مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت الدرس اللي فات كنت خدمت معكم لاجي بورتفوي في البابي سواو ودرنا لي السياج، ولكن ما عطيتكمش الميتراج. هنا دابا وجدت الباتروناج الميتراج، هنا ها هو، هذا راه الامام، خديت واحد حيت تبغى يكون على جوج، ها الامام، وخديت الظهر من الصاية الأساسية. هذا كان عندي هذا ديال الصاية الأساسية، خديته باش ناخذ لكم الميتراج. إذا هنا كان باش ناخذ الميتراج كنرد البال كل حاجة نحطها في البلاصة ديالها. هنا كيقول لي بأن هنا وسط الظهر خصو يكون مسدود، كنحطو في البلاصة اللي مسدودة بحال هكا، وهذا راه ما عنده حتى بلاصة مسدودة، كنحطو وكنخلي ديما الخياطة ما بين هاد الطرف وهاد الطرف، ما بين الامام والظهر خص تبقى واحد المسافه ديال الخياطه، هنا تبقى المسافه ديال الخياطه نرد منها البال. ولا صبت ندير هنا ثاني، راني دايره التات باش، يعني راس ورجلين، راس ورجلين، ديما الاقتصاد ديال الثوب راه فيه راس ورجلين. دابا هنا ثاني راس ورجلين، ها انا درتها، ونشوف هاد البلاصه فين مقاربين، واش عندي 4 سنتيم ما بين هنا وهنا، خص تكون 4 ديال السنتيم. هنا حطيت دابا هكا، هذا هو الاقتصاد اللي بان ليا كيفاش نقتصد اكثر، بان ليا بحال هكا هكا هذا القياس، ونحط السمطه في الاخر ونعبر شحال عندي في المتراج. هنا ما ننساش انه لتحت راه عندي شي 4 سنتيم ديال الخياطه ديال لوغلي، باردون ديال لوغلي، ونعبر ونمشي تل الاخر ديال السمطه، لقيت فيه متر وعشرة، ها هو غندير الطباشير راه فيه متر وعشرة، متر وعشرة. إذن هاد الصاية هادي راه خاصني فيها غير متر وعشرة ديال الثوب، الثوب دابا المتراج ديال الثوب. وهنا راه ما يمكنش وما يمكنش، ونعاود نأكد عليكم بأن راه ما يمكنش تاخدو المتراج ديال الثوب وانتوما باقي ما مصوبينش الباتروناج باش غتفصلو. راه الباتروناج هو هذا باش غادي نفصل، هو هذا باتروناج فينال. الا كان شي روتوش ثاني ندير روتوش، ما كانش عندي الروتوش مزيان، نغولوفي الباتروناج ديالي في بابي فور. وما عمركم ما تغولوفيو الباتروناج ديال في الصاله في بابي سوا، راه بابي سوا ما كيجيش صامت مزيان مع الثوب وكيعطي واحد شويه ديال الخطا. اما هي نورمالمون لوجيكمون ماشي غير حتى بابي فور، راه خصكم الكارطون، راه الباتروناج ديال في الصاله خصو يكون في الكارطون. اذا هنا حنا كنديرو بابي فور باش نقتصدو شويه من الفلوس ومن ديبلاسمون. كل مره خصكم تشريو الكارطون، كل مره عندكم البابي فور موجود في الدار كتخدموا بابي فور، ولكن عندكم ما تخدموش هي بابي سوا في في في, في سميتو في الصاله ديال الباتروناج اللي غتفصلوا به. اذا هنا راه المتراج دابا راه خديناه، ديما كناخذو المتراج كناخذو بالباتروناج اللي غنفصل به، كنحطو كما خصني نحطو ملي نبغي نفصل. راه هكا غادي تحط ملي تبغيو تفصلو في الثوب، راه هكا غتحطو هكا. هنا الوسط ديال الظهر كما شفتو الموديل راه مسدود، هنا غتكون 4 سنتيم ديال لوغلي، هنا جوج سنتيم، هنا جوج سنتيم، هنا ثاني جوج سنتيم، هنا ثاني جوج سنتيم، لهيه حتى هو جوج سنتيم، وهنا 4 ثاني ديال لوغلي، 4 هنا و 4 هنا، والسمطه غتكون تحت منهم. ها هي راه عطاتني متر و 10، راه كافيه مزيان. ولكن عندكم نتوما راه الصايه ديالكم ماشي غتعطيكم متر وعشرة، تقدر تعطيكم اكثر وتقدر تعطيكم قل، على حسب نتوما شحال في العرض ديال السيده وشحال الطول ديال الصايه. المتراج عنده علاقه بالطول ديال الصايه وبالعرض شحال فيه، حيت هاد التتباش عندها علاقه بالعرض. تقدروا تزيدوا، ما ديروش التتباش بزاف، يعني ما تدخلوش باتروناج شي في شي حيت كاين العرض كثير، وتقدروا تدخلوا باش ما هو كافيكم تزيدوا تزيروا طرف مع طرف، باش ما زيرتوا طرف مع طرف راه كيقتصد لكم الثوب. يمكن هنا راني وضحت القضيه مزيان، كنتمنى انها واضحه لكم مزيان. راه هذه هي الطريقه ديال المتراج، وعقلوا عليها باش تبداو تاخذوا المتراج ديالكم فاسيلمون. دونك هنا دابا غندخلوا للصايه بلي بلا كما اللي كنا درنا ليها ليوتيوب، غندوزو الصايه بلي بلا. الوغ الصايه بلي بلا باش تخدموها خصكم تاخذوا ثاني ورقه من جديد. قبل ما نبدا لكم الصايه بلي بلا،
الله يخليكم، عندي لكم واحد الطلب، هو انه تفرجوا في لي فيديو حتى الاخير، حيت لاحظت بان عدد الساعات عندي قلال بزاف، لان بحيله لاحظت ان الفيديو الناس ما كيتفرجوش فيه حتى الاخير، يمكن كيشوفوا عي شويه والباقي ما كيشوفوش. وهي نورمالمون الا كان الدروس ديالكم، الا كانت الدرس زعما كي يبان لكم بانه مزيان ومهتمين، الا كنتم مهتمين بهذا الميدان نورمالمون راه خصكم تفرجوا في الدرس حتى الاخير باش تفهموه. وشكرا والله يجازيكم بخير. اذا هنا قلنا الصياب لي بلا، اشنو درت؟ خديت ورقه ثانيه جديده ودرت هامش من هنا لهنا ديال 20 سنتيم، ديروا فيه، انا درت فيه عير 15، ديروا فيه 15 ولا 20 اللي عجبكم، غادي نكتبوا فيه عير العنوان ديال الدرس، تنوره بالبليسي، جيب ابلي، جيب ابلي تنوره بالبليسي. هنا ثاني جيت لهنا ودرت هامش اخر، درت واحد الهامش اخر وتراسيت هاد الهامش الثاني. علاش؟ ما بغيتش انا ندير لكم النصف ديال الامام مع الحاشيه ديال الورقه باش تفهموا اكثر. دخلت شويه، دخلت شويه بواحد الهامش اخر، عاده حطيت غولوفيت الصايا، غولوفيت الصايا. اذا باش غولوفيوها كتاخذوا ثاني الصايا الاساسيه ديالكم، ديما الصايا الاساسيه راه ديما هي باش غنبدا ناخد. دابا يمكن بديتو كتفهموا من خلال هاد الصايات هادو اللي خدمت معكم، انه ديما العبارات راه كناخذهم من الصايه الاساسيه. اذا هنا ليتود كتقول لي بانني خصني ناخذ نصف الامام، لان الجهه اليمنى بحال بحال الجهه اليسرى، اذا ناخذ نصف الامام. اذا ملي درت الهامش، هاد الهامش ودرت هاد الهامش، حطيت الورقه بحال هكا، ولكن عندكم غتحطوا الهامش مع الهامش، شفتوا هكا تحطوا الهامش مع الهامش، وملي تحطوا الهامش مع الهامش تبتوا ثاني بالفنيت هكا وانتم هابطين مع هذا الهامش هذا، شفتوا تبتوا هكا بالفنيت، وملي تبتوا بالفنيت تاخذوا ثاني الصايه الاساسيه دروات هكا هكا هكا، وما ننساش خط الويك، وما ننساش دائما البانسات ديالي. واخا لا جيب بلي بلا ما عندهاش لي بانس، ولكن هنا الصايه الاساسيه فيها لي بانس خصني ناخذهم. ديما الحاجه ما نحيدهاش نقول صافي ما كايناش صافي نحيدها عير كواك، لا كتحيد بقوانين ديالها صافي. اذا ملي غنغولوفي الصايه كتولي عندي هاد الصايه الاساسيه، انا خديتها هنا دابا خديت الصايه الاساسيه، خديت نصف الامام، ها هو نصف الامام بلي بانس ديالو، بلي بانس ديالو. بون هنا حيت انا كنرسم الدريات هادو غير رسوم ديالي، كندير رسوم بساط ما كندير لا الوان لا والو. هنا راه فهاد الموديل هذا عطيت للتلميذات هذا الرسم هذا، شفتوه ها هو فيه الصايه هذه اللي فيها بلي بلا، شفتوا في الوسط كيولي عندنا هنا واحد البلي، ها هو هنا هاد البلي هذا الوسط مسرح، عاد ثلاثه البليات من هاد الجهه وثلاثه البليات من هاد الجهه ولي بوش. انا اكسبري درت اليدين ديال المانكان اللور مورا الصايا باش يبانوا لكم بان كاينين جوج ديال لي بوش، شفتوا هادي غير ان بوتيت مينياتور ان بيتي ديسان درتو باش تزيدوا تفهموا به الموديل اكثر. اذا هنا اش غندير؟ غناخذ وغنطبق الرسم هالنصف الامام، ومن بعد قلت بان نصف الامام عندي فيه ثلاثه ديال لي بلي، دونك لي بلي عندكم لو شوا، ديروا في العرض ديال البليه بحال دابا هنا في الصايه، ديروا في العرض ديال البليه ديروا فيه جوج سنتيم، ولا ديروا في العرض ديال البليه ثلاثه، ولا ديروا في العرض ديال البليه اربعه، اللي بغيتو قداش نا بغيتو، هذاك الشيء كيبقى الاختيار لكم نتوما، اختاروا شحال نا بغيتو في العرض ديال البليه. عندكم العرض ديال البليه راه ماشي هو هذا، من بعد غتفهموا علاش هنا خيطنا حتى من الفوق باش نستوبيو هذا العرض هذا بالضبط، علاش درنا هذا العرض هذا بالضبط، من بعد غتفهموه. دابا راه ما غتفهموش، اما العرض ديال البليه الحقيقي هو هذا، شفتوه هنا من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هنا كاين العرض الحقيقي اللي هو اختاريت انا 3 سنتيم. اذا هنا غديروا من الوسط ديال الامام
اذا هنا عندنا وسط الامام، ها هو الترصيب بعدا هو الاول وسط الامام. اذا هذا راه وسط الامام، وعندها كره بدون خياطه، بدون خياطه، ما تكونش في الخياطه، وسط الامام بدون خياطه. الوغ من بعد كنعبر من هذا وسط الامام ثلاثه 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 ثلاثه، وكندير البليه الاولى، البليه الاولى على ثلاثه ديال السنتيم. ها البليه الاولى، اذا قلنا ثلاثه السنتيم. من بعد ثاني البليه الثانيه، ثاني ما بين البليه الاولى والثانيه، ثاني غندير ثلاثه 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 السنتيم، وندير البليه الثانيه. ها لو دوزيام بلي، دائما نفس العبار، ما يمكنش ندير شي عبار اخر، امبوسيبل، ندير نفس لا فالور، نفس العبار. هاي ثاني ثلاثه السنتيم. عاد من بعد لو ثوازيام بلي تا هو 3 سنتيمتر، فوالا تا هنا ثاني لو ثوازيام بلي 3 سنتيمتر، صافي مفهوم. انا دابا بديت كنتقدم في الموديل ديالي، انا درت لي 3 بلي، 1 2 3 3 بلي، كل بلي فيه 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر، مفهوم. دونك هنا من بعد غندخلو نطراسيو الجيب، هو اللي غنطراسيو من بعد، لان الجيب باش نعزل لكم الصايا من الجيب. دونك هنا باش نطراسيو الجيب، الجيب عنده دي ميزور، شي عبارات اللي هما كيليقوا لجميع الطياس، عندك واحد العبارات بغيتو حتى تحفظوهم، حفظوهم، راه كيليقوا لجميع الطياس. دونك هنا غادي ندخل من الجانب، من الجانب غندخل بواحد خمسة ديال السنتيم، خمسة، هاي غندخل بخمسة، خمسة السنتيم، وندير رشمة. من بعد هنا في الجانب غادي نهبط بستاش، هنا درتو مثلا 15 ولا 17 راه ماشي مشكل، ولكن ما ديروش كثر وما ديروش قل. هيا دابا هنا درت انا 16، هاد العبارات كتبوهم وحفظوهم وبقاو عاقلين عليهم، راه هاد العبارات كيخدموا للصايا وكيخدموا للسروال. اذا هنا قلنا 5 سنتيم وهنا 16 سنتيم، انا نوريها لكم في الموديل. 5 راه هي هذه، من هنا من هنا لهنا راه كاينه 5، ومن هنا لهنا للحله ديال الجيب راه كاينه 16. درتو 15 سنتيم قل، درتو 17 سنتيم اكثر، ما كاين حتى مشكل، ولكن ما تزيدوش ديروا اكثر من هذا الشيء. اذا ملي كندير هاد لي دو بوين، واحد في الحزام واحد في الجانب، كنلاقيهم بواحد الخط، كنلاقيهم بواحد الخط باش تولي عندي الحله ديال الجيب. هنا صوبت الحله ديال الجيب، شفتو؟ من بعد لداخل ديال الجيب كنجي لهنا، كندير تقريبا خمسه ولا سته، ماشي مشكل، اما خمسه اما سته ماشي مشكل. اذا هنا لداخل ديال الجيب كيولي فيه 6 سنتيم. من هنا لهنا، من هاد الحله هادي ديال الجانب لهنا، اما كنهبط ب 12 سنتيم ولا نهبط ب 11 ولا نهبط ب 13، ولكن من الاحسن باش يكون عندكم الخط غادي نيشان، تاخذوا هاد العبار من خط الويرك، من خط الويرك غادي ديروا لو ديبار من لا ليني باسان، من الاحسن تاخذوا واحد العبار. هنا خديت 5 سنتيمتر من خط الويرك ودرت رشمه، وخديت ثاني 5 سنتيمتر ودرت رشمه، وخديت 5 سنتيمتر ودرت رشمه. كما كنقول لكم باش ديروا خط مستقيم راه خصكم يكونوا عندكم على الاقل 3 روبير.
اذا هنا كنلاقي هاد لي بوين هادو، شتو ملي كنلاقيهم كناخذ المثلث غتاخذوا المثلث وغتحطوه فوق هذا الخط هذا باش الجيب يجي زاوية قائمة ويجي مزيان ما يكون فيه لا غلط لا والو. نحط المثلث فوق هذا الخط ونتم غادية بيه غادية بيه حتى يحبسني هذا البوان، هذا هذا البوان اللي غادي يحبسني. هاو هاو شتو الوغ اتونسيون، انا ما خصنيش نفوتو هنا ويبقى ليا هذا الخط، الحاشية ديال المثلث تبقى ليا معاه هنا ونمشي وندير زاوية قائمة هاكو صافي. ملي مشيت حتى درت هذا الخط هذا راه نقدر نلاقيهم دابا بالمسطرة فاسيلمون. كندير بحال هكا ونجيب هذا الخط باش يتلاقى مع هذا وتولي عندي زاوية قائمة. شفتوا راه بدا كيبان لكم شوية الجيب كيبان واحد شوية. الوغ بقى لي هاد الكوطي ديال الداخل ديال الجيب، من الأحسن صوبوه هاكا ما تلصقوش مع الكوطي باش ما يعطيكمش الغلد ديال الجيب، ما يجيكمش مع الغلد ديال الصاية من هاد البلاصة هادي. من الأحسن ديروه مقوس الوغ. هنا غادي نحاول معاه هاكا بسميتو بقلم الرصاص تيعطيني لا فورم هاكا فوالا. عاد نعاودو بالفتخ هاكا فوالا. ها هو دابا لا غوندي ديال الجيب ولات بحال هاكا شفتو. باقي ما كملناش الجيب دابا. هنا قلنا هذا راه الباطن ديال الجيب وهذا راه هو الجيب، هذه هي البديه ديالو منها. عاد ندخلو الباطن ديال الجيب. هنا غادي ندير لكم لي كولور باش تقدروا تفهموا، غادي ندير لكم لي كولور لكل حاجه. دابا هنا لا جيب ولات باديه ليا من هنا، شتو لا جيب غتبدا ليا من هنا ماشي من هنا، هذا راه جيب ماشي صايا. اذا عندك الصايا التنوره راه غتبدا من هنا، ها فين هنا شتو هاكو، هذه هي التنوره اللي عندي غاديه هكا وغتمشي مع الحله ديال الجيب مع لوفيرتور ديال لابوش غتمشي هكا هكا شتو. عاد غتكمل الصايا غتكمل هكا وتجي الصاية دابا هاكا لهنا. عاد غطلع مع هنا. انا قلت نستعمل لكم لي كولور باش توضح لكم الباتروناج مزيان. فوالا هذه دابا هي الصاية ولا التنورة. اذا ندير هنايا عندك الحمر راه الصايا الصايا لا جيب جيب تنوره. شتي اش بقى فيها دابا هنا الصايا ما بقاش عندها، ما بقاتش باديه من هنا، لا باديه من الحله ديال الجيب وغاديه 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 هكا. وبيان سور عندها هاد لي بلي، انا ما بغيتش نعاودهم بالاحمر، راه لي بلي حتى هما راه حمرين. هنا عندكو هاد الخطوطه هادو راه حتى هما حمرين. دونك هاد الخطوطه ديال البلي راه صايا. بيان وخط الورك حتى هو غنديروه بالاحمر، حتى هو غادي يمشي مع لا جيب. فوالا
إذن عندك الأحمر، الأحمر راه هو لاجيب والصاير. هنا دابا نشوفو الجيب لابوش، دابا فينايا لابوش، ها هي راه باديه من هنا حتى لهاد الخط اللي هنا، هادي دابا راه لابوش هكا. و بيان سور هنا هادي لابوش جيب. إذن الخضر راه بوش، بوش الجيب الخضر. وبيان سو عندكو ما تنساوش دائما الرشمة ديال الحلة ديال الجيب، ضرورية لا في البوش ولا في الجيب ولا في الصايا. فوالا، إذن هنا هذا راه الجيب. الوغ الجيب راه عندو حتى الباطن فون بوش، غادي نخليه بالاسود لان راه درته ديجا بالاسود. فون بوش، فون بوش هو باطن الجيب، باطن ولا تبطين ما عرفت بالعربيه، باطن الجيب. اذن هنا لو فون دو بوش راه هو هذا هنا، وبيان سو ها هو راه ديجا درتو بالكحل هنا، وها هو ثاني بالكحل هنا، وداير ومشى بحال هكا. نعاود نوريكم التبطين ديال الجيب، هو هذا هكا 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 هكا. ها هي دابا صايا بلي بلي وبالجيب، هادشي اللي فيها. راه الحاجه الا كانت مشروحه ببساطه راه كتفهم بالبساطه، خص غير تشرح مزيان وبواحد السهوله. هذاك الشيء قلت لكم انا لا ميثود فرونسيز سي لا ميور، لا ميثود فرونسيز كتوصلك للموديل بسهوله، ماشي بحال لي ميثود الاخرين كما قلت لكم كنديان طاليان وداك الشيء. سو سون دي ميثود اللي هما كومبليكي باش يوصلوك لنفس الموديل، راه في الاخر راه غادي نلقاو نفس النتيجه ولكني بواحد طريقه صعبه. دونك لا هوت كوتور خذوا فيها لا ميثود فرونسيز، لان عرفتوا بان لي فرونسي هما اللي مالين لا مود، هما اللي خرجوا لا مود وكيعرفوا كيفاش يخدموا وببساطه وبسهوله. دونك هنا انا بغيت ندير لكم هاد لا جيب، هادي هي لا جيب هادي، رانا ما قريتهاش ولكن كنقريها لبنياتي ولوليداتي باش تعرفوا لي بلي الا كانوا في واحد البلاصه غير في واحد البلاصه. مثلا هنا بالنسبه للموديل راه لي بلي درتهم في وسط، في وسط الصايه، يقدر يكونوا عيف في الجنب من هنا وما يكونش البوش، يكونوا عيف في الجنب من هنا وما يكونش البوش، ممكن ديروهم حطهم فيما بغيتو، فيما بغاو يكونوا نتوما. المهم هنا في الباتروناج، هنا في الباتروناج خصكم تحطوهم فين كاينين في الاول، تراسيهم فين كاينين. انا كاينين عندي ابتداء من وسط الامام، انا درت البليل ديالي الاول من وسط الامام. وطريقه اخرى رانا من بعد في الدرس المقبل ان شاء الله غندخل معاكم المرحله الثانيه، هذه راه المرحله الاولى، هذه المرحله الاولى عندكم. هاد الصايه راه فيها جوج ديال المراحل، المرحله الاولى كاينه، مرحله اخرى الثانيه في هاد الصايه كاينه. كاين الموديل اللي كيطلب حتى ثلاثه ديال المراحل في الباتروناج ديالو، في الباتروناج ديالو ثلاثه ديال المراحل. اذا هنا الباتروناج راه يلا المرحله الاولى كيفاش كتبان لينا الصايه. هنا مثلا الا شفنا كيفاش كتبان لينا لا جيب، كيفاش كتبان من الفوق. انا هادشي تراسيت لكم في هاد الباترو يلا كيفاش كتبان، ولكن بما ان بغينا نفصلوها هادشي اللي مخبي لداخل راه ما عندناش، هادشي هكا اللي لداخل ما كاينش. اذا خصنا ندبروا فيه، هادشي اللي لداخل خصنا ندبروا فيه، وهادشي اللي لداخل كيتسمى فون بلي، فون بلي باطن البلي، الباطن ديال البلي، الباطن ديال البلي راه ما عندناش. اذا الباطن ديال البلي
انا غنوريه لكم كيفاش تصاوبوا البلي باش ما يبقاوش مازال تخلعوا من البلي وتبان لكم موديل بان فيه البلي تقولي ناري ما نعرفش انا ندير البلي صعيب عليا. لا 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 لا، غنوريه لكم بواحد الطريقه ثانيه بسيطه وسهله وغتفهموه في ساعه وما غتلقاو فيه حتى مشكل ان شاء الله. اذا هنا الدرس بالنسبه للباتروناج المرحله الاولى راه كملناه. المرحله الثانيه غادي نحتاج بابي سوا نوجد فيه هاد البليات هادو وباطي البلي البلي وباطي البلي هو اللي غادي نديروه المرحله الثانيه الكماله ديال الباتروناج. وبيان سور هنا اش غادي ناخذ ثاني غناخذ حتى الصايه اللي بالاحمر، يعني هاد الصايه اللي بالاحمر بلا جيب بلا جيب هكا غادي ناخذها وناخذ لي بلي باش هما اللي غادي نعاون نخدم هذاك الباتروناج هو اللي غادي نخدم به في المرحله الثانيه. اذا باش ما نطولش عليكم المرحله الثانيه ان شاء الله غتكون الكماله ديال التنوره بالبليسي لان فيها جوج تاع المراحل. اذا هنا كنخلي هذا الدرس ديال اليوم وكنودعكم الى اللقاء في الدرس المقبل ان شاء الله.